سمي الأطفال هنا مي جلاس. السلام عليكم. هل عندك سري مي جلاس؟ جبني اثنين يا شاء الله. عندك المتنوعة ما شاء الله. جبني اثنين دوا اثنين أو ثلاثة؟ لا اثنين بس. أيوة ما شاء الله. لا هذا مفتوح من تحت. أيوة صح. طيب ما شاء الله. طبعا هذا ساري ميمي جلاس يحبه الأطفال المدرسية هنا في الحي كالوكو ما شاء الله. وهذا طبعا بكسو. أيوة ما شاء الله. خلاص جبته مع البكسو واحد. طيب ما شاء الله. جاهز جاهز. وين هذا المطمس؟ ملعقة. لا مطمس. نعم واحد. أيوة مزبوط. كيتشب كيتشب لومبو. لا لومبو لا أقولك لا. كيتشب كيتشب. نعم شوية بس. أيوة هذا شوكة. هذا نعم شوكة. خل نسميها خل. أيوة خلاص يكفي. طيب مايونيز. أي شوية ما شاء الله. طيب خلاص جاهز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا جماعة طبعا هذا نسمي الأطفال هنا مي جلاس. ما شاء الله. شوف المنظر مي جلاس. طبعا مي المكرونة على الكأس نسميها بالعربية، ولكن هم يسمونه مي جلاس. الجلاس المعنى الكأس، والمي المعنى هنا المكرونة. ونضيفه البكسو معته. سلام. الآن نجرب كيف طعم هذه مي جلاس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة الآن أمامنا الآن المكرونة على الكأس. طبعا الأطفال هنا يسمونه بمي جلاس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الطعم لذيذ، وهذا طب مطابقة مع الإفطار في الصباح. ما شاء الله. طبعا هذا اختاره المكرون الحار. احنا السنة الاندونيسيا نحب الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الان جربته. بسم الله الرحمن الرحيم. طاهو كويس. اوكي الان نجرب البكسو. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. شوف العرق تخرج. ما شاء الله الطعم يساوي مع البكسو على الشوارع. الآن نجرب البكسو. وين بكسو هذه؟ بسم الله. طبعا مي جلاس مع تاهو مع بكسو لذيذ مرة. ما شاء الله.
المرق أشربها. ما شاء الله. خلاص الحمد لله رب العالمين. جربها في بيتكم. السلام عليكم.